جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع محمد ماجد بعث برساله وضمنها جمعا من الاسئله، في احد اسئلته يسال ويقول: ما حكم من يتأفف من مكبرات الصوت الموضوعه في المساجد ويحتجون بان اصواتها عاليه اذا رفع الائمه اصواتهم بالقراءه، وانها تخيف ابنائهم وتزعج كبارهم ومرضاهم؟ نعم، الواجب في الامور الاعتدال والوسط، فمكبرات الصوت يجب ان يقتصر صوتها في داخل المسجد لإسماع المأمومين، وأما خروجها خارج المسجد بغير الأذان فهذا يؤذي، أما الأذان فلا بد منه، وأما قراءة القرآن في الصلاة أو في غيرها فيجب أن تكون داخل المسجد لإسماع المأمومين ولئلا تشوش على المجاورين من البيوت والمساجد الأخرى. نعم.